شاشة سواء التلفزيون أو شاشة الجوال في اليوتيوب. نأخذ تقرير الأسبوع. تقرير الأسبوع اللي ما شاء الله تبارك الله، دقيقتين بس نشوف هالتقرير وراجعين. معكم أخوكم طاهر الغانم، الله يحييكم، مدرب باريستا ومشروبات. رشف رشف رشف، اثنين اثنين، مشكل مشكل، خذ خذ الحروف. يا سلام، احنا قلنا له جبرناه على يد انه يلعب معنا. ويا هلا ومسهلا، معي انا زياد الشهري في هالفقره الصندوق الاسود. والله اني والله وتالله اني هنا شخص ونفس الشخص برا، لكن لما الاقي انه ليش انفعلت. حياكم الله في قناه الواقع وفي برنامج كنوز. اذا راح اسوي الليل بقى نصف تحداني، هواجيسي ضد الحيل وضيقة بال واحزاني. المشاعر التي نشعر فيها في دواخلنا للاخرين هذه ليست ملكنا. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، كل خير، حياكم الله، معي وائل الخواجي في حلقه جديده من حلقات التسعير. رباه تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الليله طاجيكيه بكل ما تعنيه الكلمه. نرحب في سعاده السفير اكرم كريمي، حياكم الله سعاده السفير، وشكرا لاستجابه دعوتنا. حبيبي، خلنا نبدا بالسؤال الاول ونكون اكثر اريحيه في السؤال. جزاكم الله بالخير يا شباب، نور وسرور، سعيد جدا بلقائكم وجلسة معكم. لأن المتحابين في الله يناديهم ربنا جل وعز على رؤوس الأشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بجمهور قناة الواقع. جبت طقمك ذا اللي علبة موية؟ تكبر، ما ابغى اتعشى كذا بدون ما خذ واحد مويه معك. شو من يضحك؟ ابغى بارد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير متابعي تلفزيون الواقع اينما كنتم. عيناي لرؤياك والقلب يحن لذكراك. راحت وانا مالي مع الناس مصلوح. الله، ثم أمي لحد آخر يوم فامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام في الحلقة الثانية من فقرة القناص. طيب أنت مين علشان تجينا الساعة؟ حبيبي اسمع دقيقة، اسمع أبو سلطان، أنت مين علشان تجينا في الساعة؟ يا فالح فالح، أنا تاريخي الإعلامي قد عمرك دبل. يغلى البشار قلبك أمان، أرحبوا في ذمك. أتوقع أنها واضحة. يا هلا والله، مرحبا، حياكم الله. إنها العقبة الثانية، عدت العقبة الأولى على خير.